أعزائي المتابعين، نرحب بكم في برنامج مع الأيام. في صوتها شغف وفي عينيها النور. هذه هي نور ربيع، البلوجر البحرينية، ضيفة حلقتنا اليوم التي تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة في 3 ديسمبر. في البداية نبغي نعرف من هي نور ربيع؟ نور ربيع ولدت في قسمية، تحديت أوتيت في حياتي وواجهت صعوبات. أول شيء درست مدرسة كورونا ما كان قبلني سبب عائلتي ونتيق بهمي مرتعت عن قرار ناسب كنتني نفب تبيه باكي كمانت مدرسة أنا بتوعي ولا توتني تنمي كانت أتر تشاري تكفون تشاري وكان فاد درست نفامة أولم تبيك في تكفون أدورة عن أعمال تكرفت كان أتكان في شركة كوبكو في مكتبة أواني كانت أتعلم إي أشانب كانت ما أعرف إيش أقول أفكر أكتب بالتلفون تترجمة وتعرفي إنيش ونشوف حمل أطعمة. أم نور، نرحب بش في جريدة الأيام اليوم. أنتي موجودة اليوم ويانا بصفتك أم أولاً وبصفتك نائب، شلون كان وقع خبر عدم قدرة نور على السمع بالنسبة إليش؟ طفولة نور إنه طبعاً الإعاقة السمعية مو ملحوظة مثل الإعاقة السمعية البصرية أو تخلف العقلي أو غيرها، ما يتم اكتشاف الموضوع. يعني الطفلة تنام فترات طويلة مع الإزعاج الموجود، ما قاعدة تقعد، تأخرت في المناغات وفي الأمور هذه كلها. ترى أنا كنت مجهزة لها حتى فترة الحمل، يعني قرآن دائما أسمع، موسيقى كلاسيكية، وهذه الأمور كلها كلف بالي إن البنوتة أو البيبي يعني إنه قاعد يسمع. لما أنجبتها تقريبا لعمر 3 شهور لحد ما لاحظنا إن احتمال إن عندها مشكلة. طبعا لما وديتها حق الدكتور أكد إن معهد الأمل فكروا في إنجاب طفل ثاني، توكم بداية حياتكم، فلا هذه مو آخر الدنيا، البنية خلاص بتروح معهد الأمل، بينتهي كل أملكم فيها، راح تفكرون في إنجاب طفل ثاني ناطقين وطبيعيين. هذا الخيار مو مناسب حق جليلة، فطبيعي إن لازم إنني أحفر في الصخر بحيث إن أوصل إلى حل حق نور. سماعات وش كان دورك؟ وش الشيء اللي سويتينه؟ يعني إن بحثت في هالمجال، البحث كان صعب، يعني نور مواليد 96، ما في سوشيال ميديا مفتوحة الحين، ضغطت زر توصلين كل اللي تبينه. فاللي قدرت أوصل إليه هي إن هي لبست سماعات وكانت بالأسلاك. تخيلي بنوتة دائما تلبس بواطلين لان ابغى اربط الاسلاك فيها، ولازم ما تتحرك وتلعب لان بيطيحون عنها، فكان فتره معيقه ومؤرقه. يعني بعدها صار موضوع السماعات العاديه واللي كانت تبين وتحرج الطفله، وكان مركز تنميه السمع والنطق الدكتور فؤاد الشهاب مشكور على مجهوده الجبار اللي لا زال يبذله لتنميه الطفوله عموما والمراه والمجتمع. فكانت اصغر طفله تدخل مركز السمع والنطق. كم كان عمرها؟ 9 شهور، الرضاعة بالحفاظة، الكل موجود بأعمار كبيرة، هي الوحيدة اللي توها تدخل تتعلم الحروف. وكان بالنسبة إلي ذيك الفترة أنه إنجاز، لأن تو الطفل بهذا العمر يتعلم ينطق. ولكن تبين أن السماعات اللي كانت تلبسها نور ما كانت معيرة، يعني ما كانت على مقياس السمع، فكانت تلبس سماعات مقفلة، وهذا طبعا خطأ الكل يتحمله. نور إلى عمر 4 سنوات ما كانت تسمع، ما فارتها السماعات، ما في بديل آخر. شلون تعاملتيني هذا الموضوع؟ شلون قدرتين تتكلمين بعدين؟ ما نمت إشاتوني، همي كانت مشرفة وتشاتوني تترسوني، وأنا أفكر وأحسن أرحي شنو بيشير في بتقابلني. كانت كيرة ترى تتمر يتحكون أني وما تسمع وما تكلم ما ترفع ما ترفير تتكلمين، ونفس السماء كبيرة تتحكون
أتفشل أتوعي، هو فكرات. كان هذا الشي حز في خاطر؟ إيه. شلون تعاملتين إياه؟ شلون قدرتين تتكلمين؟ كانت أمري 9 شهور رح مركز طريمية أنا أتنتك هنا سمع هي أمي. كان أمري 9 شهور كثيرة أتكلم شو بني. وش كان دورك؟ وش الشي اللي سويتينه؟ نانور ليش ما تروح المدرسة الحكومية العادية؟ فكانت مدرسة غرناطة. طبعا هناك في من حق الإدارة أن هي تتضارب في الأقوال بين قبولها وبين رفضها، لأنه ما كان شيء معتاد أن تدخل طفلة غير ناطقة بتاتا إلى صفوف طبيعية، إلى أطفال أسوياء، إلى مدرسات يمكن مو مستعدين حق مثل هذه الحالات. للحين ما كانت منتشرة هذه الثقافة طبعا، ولكن يعني كانت المدرسة هي المكان الحاضن الملائم إلى نور، فكان في إحساس بالمسؤولية من قبل الإدارة والمدرسات. ومن رحمة رب العالمين أنني تعينت في نفس المدرسة كمرشدة اجتماعية بعد فصل كامل من معاناتها لوحدها، وكان هذا طبعا أنه يسهل إلي أمور التواصل مع المعلمات، أني أسهل إليها المنهج، أتواصل مع الوزارة في طريقة تقييم مختلف إليها، بس تبقى في النهاية هذه كلها مجهودات فردية. يعني نقدر نقول الحظ لعب دور كبير في أن تتقبل المدرسة حالة نور، في أن أم نور تكون موجودة كاختصاصية اجتماعية في نفس المدرسة، أمكنها من التواصل تسهيل الأمور إلى نور. لما بعمر 8 سنوات هنا صارت الأمور الفارقة. شلون؟ موضوع زراعة القوقعة الإلكترونية. موضوع زراعة القوقعة الخيار هذا ما كان مقبول بسهولة في المجتمع، في الأسرة عموما. يعني يمكن البعض يقول إن أنتين ضعيفة الإيمان نوعا ما، هذا يعني قدرش، هذا قضاء، فقبلي بالبنت مثل حالتها، لا تعرضينها إلى شيء فيه خطورة، يعني فتح رأس وعملية خطيرة وعملية مكلفة، فيعني فيها نوع من المجازفة. لكني واصلت في هذا الخيار، واعتبرت نور أمانة وابتلاء واختبار لازم أنني أنجح فيه، وصار موضوع جمع التبرعات في فترة مو مثل اللي احنا متعودين عليه الحين، الحملات في خلال نص ساعة، في خلال لحظات، ممكن بالتعاون التكاتف في المجتمع تنحل كثير من هذا. القضايا. احنا نتكلم عن سنة كم تقريبا؟ تقريبا 2004 جمع التبرعات توضحت لي رسالة أيقد أن البحرين مختلفة كل المقاييس. الحمد لله رب العالمين أن المبلغ اللي جمع كان جزء من المبلغ، وسافرت في مصر الحمد لله رب العالمين. دخلت نور العملية تقريبا 5 ساعات من الوجل والقلق، وطلعت أثناء يعني دوها طالعة من العملية نص ساعة تقريبا، جانا اتصال من سفارة مملكة البحرين أن جلالة الملك يتبرع متبقي العملية حق نور وكل العملية حق أحمد. طبعاً سجدت لله شكراً. هذه البحرين نور. مجال السوشيال ميديا صعب، صعب على الكل، لكن انتين اخترتينه. أكيد تتعرضين إلى مضايقات، إلى التنمر من قبل البعض، شلون تتعاملين إياهم؟ أكيد في تنمر وتقنيات سيئة، بس مية ترى أني كني أسولف لك يحملني أمشي حياتي أتتمر أنا بي وأتطور. في ناس يتضايقون من كلمة معاق، يفضلون كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. هل هذه الكلمة تفرق أو ما تفرق؟ أنا نفسي ما تنمشكلة كلمة معاقة، لا براكش أفتكر بنفسي لأن أدعاتني أنا شيء مراقع. كلمة شكر إلى من توجهينها؟ كلمة شكر إلى من توجهينها؟ الشكر أمي. لا مو أمي، سنين أنا مي صار أنا ما وصلت كل شيء. أنا كمانات مدرسة سامع وتكرسات كمان ما تشهر أتتكر أمي أمانتني أكون قوية، أمانتني ما في شيء اسمه في التحشير. أمي كانت توقف ويا قريب وقريب، بس أنا توقف يعني
عشان أنا بيته وإمي دائم أنا أولا دائم أشكر من كان قلبي. نور، نصيحة توجهينها إلى الأشخاص اللي عندهم مثل مشكلة يعانون من صعوبات في السمع. أنا سمعي ضعيف ولا تقين بس ما كنت عاشت وحرمت الرحيم من حام حتى حنا ما فهمني شو أسمي أكتم طرف أرامي أو أكتم فرقة أشي تفنع ببعض من الصولة فلتكا عشان أنسى فيني أنا فيني. نور، مشكلاتش السمعية تأثر على ثقتش بنفسش؟ لا. أم نور، هل بيكون ملف الاحتياجات الخاصة أولوية بالنسبة إليش تحت قبة البرلمان بصفتش أم لاثنين من ذوي الاحتياجات؟ جميع الملفات اللي لها علاقة بهموم المواطن واستحقاقاتهم بشكل مباشر طبعاً تلقى كل الأولوية والاهتمام، واللي أشوفه أني حالياً أنه في أرضية توافقية، هذا يجلب الأمل جداً أن الأخوة النواب تقريباً قاعدين نحمل نفس الهموم، نفس الطموح، نفس الدافعية كلنا، بحيث أن إحنا بإذن الله تكون هذه الملفات من أولويات الملفات. يعني أنا قاعدة أفكر بشكل جدي أن أمسك مثلاً بعض الملفات اللي في لجنة الخدمات تحديداً، وأتمنى تتاح لي هذه الفرصة، أن يعني مو على أساس أن أولادي بشكل عام، إلى ذوي الهمم تحديداً، إلى المواطن عموماً، إلى احتياجاته المتنوعة في البطالة وفي التعليم وفي السكن وفي مختلف الاحتياجات الأساسية اليومية، إن إحنا نكون قد المسؤولية ونخدم الديرة وأهلها. نور، الكلمة الأخيرة اللي حابة أن أنتين تقولينها في نهاية هذه الحلقة. ما في شكف كامل كان الشكف يتلقف، ما في سنة أقسمي حتى أقن في نقف حقق حلمكم شتبون في باركم شوى أحضنوا كسرتوا نتقفنوا واسنوا واسر أحضنوا الإشعاب يعني شمر رسبات شمر فشنت بل ما وقفت واسنت الإشعاب وشويت كل شيء شنو في حلمي حققتم. أعزائي المتابعين، نتمنى أن تنال الحلقة إعجابكم. شكراً جزيلاً.